حيث هذا الميناء الذي يتم توقيف الناقلة النفط البريطانية والتي تسمى ستينا إمبيرو، حيث تم احتجازها في مضيق هرمز بعد مخالفتها للقواعد الملاحة البحرية. كما تشاهدون هذه الصور هي تأتينا مباشرة، بحيث تؤكد أن الناقلة لا زالت موجودة في المياه الإقليمية الإيرانية وتحديدا في ميناء بندر عباس. هناك تتابع للموضوع وهذا الملف فيما يخص الناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران، وأيضا ما يرتبط بالناقلة المحتجزة الإيرانية لدى سلطات جبل طارق، وما اعتبرته اليوم المجلس الشورى الإسلامي أن إيقاف حرس الثورة الإسلامية سفينة بريطانية يعد ردا على القرصنة البريطانية. طبعا هناك مواقف عديدة صدرت تجاه هذه التطورات التي تحصل في منطقة الخليج الفارسي.